وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب. أهلا بك معالي الرئيس في نشرة الأخبار. بداية، ما هي قراءتك لدلالات هذه اللفتة الإنسانية لجلالة الملك المعظم أيده الله والتي يحرص عليها في جميع المناسبات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاتصال. بداية أود أن أعرض أن بالغ الشكر وعظيم تقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي الشامل للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، واللي عددهم تقريبا بالضبط 1584 محكوما، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم تزامنا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك. طبعا لا شك بأن تفضل جلالة الملك المعظم أيده الله بهذه المبادرة الحكيمة والأبوية تعكس الحكمة الملكية والرؤية الثاقبة لجلالته، وهي تهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي والترابط الأسري وحماية النسيج الاجتماعي والحفاظ على الوحدة الوطنية اللي دائما نشدد عليها ونركز عليها في جلسات، واللي هي تعد ركيزة أساسية راسخة ثابتة في النهج الملكي السامي. طبعا ولن تفوت ترسيخ قيم حقوق الإنسان والتسامح والمصلحة العامة وتنفيذ قانون العدالة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالته. وأنا أكثر من مرة في أكثر من جلسة أذكر أن البحرين بخير ما دام عندنا قائد حكيم يشوف شعبه ويشوف الضرر ويشيله على شعبه ومساندة ولي العهد الله يحفظهم إن شاء الله ويخليهم للبحرين. كما أن المرسوم الملكي السامي يؤكد قرب جلالة الملك المعظم من أبناء شعبه وحرصه على إتاحة الفرصة المحكوم عليهم للاندماج الإيجابي في المجتمع. يعني هم أنا متأكد أن الحكومة حطت لهم برنامج تدريبي للتوظيف وتسعى لتوظيفهم طبعا أساس أنهم يندمجون في المجتمع وينسون الماضي. نعم. والمشاركة في العمل البناء ورعاية الأسرة والأبناء، لأن أكيد عندهم أسر وعندهم بيوت لازم ينقلمون فيها. وهذا المرسوم يأتي في سياق الرؤية الملكية في تعزيز حقوق الإنسان، لا ننسى حقوق الإنسان تطوير المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين الرامية للتماسك المجتمعي واحترام الحقوق والواجبات. وطبعا تحقيق التوازن المنشود من الحكومة وتنفيذ الأحكام على أساس أن هذا المحكومين يندمجون في المجتمع ويصيرون مادة يستفيد منها المجتمع وتستفيد منها مملكة البحرين. نعم، إذن معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.